محمد عبيد المحامي من ربع من حاضر جنس المساهمة قطن العالم قضية القضاء الديني بالإسلام موجودة أمام محكمة هنا حكاية زينب وبعد أن تكون للملاك وفاءت المحكمة من التحقيق مع المساهمة فجيت بدفاع المساهمة يعرض على المحكمة صورة ضوئية لأحد المسؤولات المسحوبة من على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وادعي أنها منسوبة لي وأني وهيم بها رئيس المحكمة تعقبت على ذلك أن تلك المستندات هي صور ضوئية مجحودة لا حجية لها إلا أني فوجئت بالسيد رئيس الدائرة مستشار الملك جمال الدين على الفور صدمني وقال لي أنا كمان شفت لك تصريحات تلفزيونية وسجلتها بتهين فيها القدر. 54 قانون المحاماة يعاقب بجزء العقوبة المنصوص عليها قانون السلطة القضائية كل من تعدى على محامي باللفظ أو بالإشارة. النهاردة وامبارح موجودين احنا في النقابة معتصمين بنطلب من النقابة ما تتدخل في دور نقابي عن قضية نقابية مهنية بحتة قضية نقابية مهنية بحتة لم يثبت في تاريخ القضاء المصري أو العربي أو الدولي أن تم القبض على محامي ما واقعته بصفته مدعي مدني بإيعاز من المتهم إلا في تلك الحالة ما حصلتش قبل كده إن قاضي قبض على مدعي مدني بإيعاز من المتهم ما حصلتش قبل كده في التاريخ أول مرة إيه؟ طلبنا من الإصابة إنها تصدر بيان تدين فيه ما حدث وتقدم شكوى المجلس الأعلى للقضاء للتحقيق مع السيد المستشار والسيد المحامي العام لنيابة جنوب القاهرة ومتابعة الإجراءات القانونية. النقابة احنا بصدد العرض على السيد النقيب ومنتظرين قرار والله قراره دي الراجل تضامن معانا على مشكور دوره واجبه نحوه وإذا ما تضامن إذا ما تضامن يعني كل حد حبيب هتعملوا ايه يعني؟ كل حد حبيب. طب ايه اللي دار خلال اجتماعكم مع الاستاذ مجدي حنا؟ كل حد حبيب الاستاذ مجدي حنا خد طلبات موجود انا عارضها على الاستاذ مجدي المقيم مش عايز يجي الاستاذ مجدي انا لو اعرف هعرف طلباتها خلاص اعرض يا سيدي مشكور. الاعتصام ما زال مفتوح؟ كل الاحتمالات مفتوحه احنا لينا طلبات يعني انت تخيل انت ان انا بعد ما 48 ساعه انام على الارض برضه همشي كده يعني بانصراف وانا بطالب بحاجه يعني شخصيه ولا دي كرامه المحامين واقع كارثيه دي كرامه المحامين كرامه مهنه المحامين دي كارثه دستوريه وقضائيه وقانونيه ما حصلتش في التاريخ ما حصلتش في التاريخ.